Good morning, students. The date is the 27th of September 2020. Today is Sunday. بدنا نحكي عن prepositions of a place, prepositions of a place. يعني حروف الجر للمكان. حروف الجر للمكان. طبعاً حروف الجر للمكان هي on, in, above. Beside, between, in front of, next to, under. طيب خلينا نحكي عن كيف نستخدمهم و prepositions of place. هي كلمات نستعملها للحديث عن مكان أو موقع الأشياء. مثلا the cat sits under the table. The cat sits under the table. لاحظ معي إنه هون اللي preposition هون عندي حرف الجر هو إيش؟ هو شو؟ under. هو under صح؟ under the table. under the table. the cat sits under the table. القطة تجلس تحت الطاولة. إذن under هون استخدمناها لشو؟ للمكان. under استخدمناها للمكان. okay. the pharmacy is between the library and the cafe. هون the pharmacy is between. between كمان هذا حرف جر مستخدمه للمكان. حرف جر مستخدمه للمكان. أها. The library and the cafe. الصيدلية توجد بين المكتبة والمقهى. إذن في هذه الأمثلة الكلمات التي استعملناها للحديث عن المكان والموقع هي under وتعني تحت وbetween وتعني بين. هناك مجموعة أخرى من الكلمات للحديث عن المكان والموقع وتسمى prepositions of a place. مثلاً عندنا هاي الكلمات. عندنا هاي prepositions هون حاط معناها بالعربي بعدين example بعدين حاط translation. translation اللي هي الترجمة ترجمة الجملة. in مثلا هنا في الداخل on على under تحت behind وراء beside قرب next to قرب in front of أمام above فوق near قريب من far from بعيد عن. اوكي فهون كل واحدة انا حاط عليها ايش مثال. كل واحدة عليها مثال. مثلا example I put my box in my school bag. okay. the cat is sitting on the table. on the table. the cat is sitting under the table. لاحظ بالاحمر كيف انه هون اجت زي مكان يعني اجت موقعها زي مكان. okay. my friend is standing behind me. The bank is beside the cafe. okay. البنك يوجد قريب من المقهى. The bank is next to the cafe. okay. The car is parking in front of my car. The clouds are above me in the sky. The pharmacy is near the bank. My school is far from my house. وهي كل واحدة وترجمتها بس إن إحنا علينا نعرف شو هي الأحرف الجر اللي بنستخدمها للمكان. يعطيكم ألف عافية يا تاسع.